ننتقل مباشرة إلى مراسل الإخبارية السورية أنس رمضان من شارع العزيزية في حلب ليطلعنا على واقع الشارع الحلبي وما يجري هناك. مساء الخير يا أنس. مساء النور إياد. من معارك أفضل. وجبهات الريف الحلبي وأطراف حلب إلى هنا إلى شوارع وأحياء حلب التي تعيش بطبيعة الحال أعراسا كبيرة نتيجة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مدينة حلب وفي الريف الحلبي. الجيش العربي السوري الذي سيطر على بني زيد والسكن الشبابي وأيضا على معامل الليرامون اليوم هذه الانتصارات انعكست إيجابا على الشارع الحلبي الذي بطبيعة الحال يشهد عدة أعراس في أحياء حلب شوارع حلب كل مكان في حلب اليوم. السعادة تغمر كل قلوب أبناء مدينة حلب الذين عانوا من هؤلاء الإرهابيين عانوا من بني زيد من سكن الشباب ومن المناطق التي تتواجد فيها المجموعات الإرهابية والتي استهدفت لطالما أحياء حلب الآمنة بعدد كبير من القذائف المتفجرة. سأتوقف مع عدد من المواطنين المتواجدين هنا. مرحبا. يا هلا. شو حابب تقول اليوم للجيش العربي السوري؟ كيف هذا الانتصار عم تلمسوه بالشارع الحلبي؟ هذا النصر الكبير يلي نحن مستنينه من سنين كثير كبيره، هذا النصر الكبير هو نصر جاي من عند الله من عند الجيش العربي السوري، هذا النصر يلي حلم فيه كل ابناء حلب لحتى وصلنا لهون، بالاراده وبالتصميم انقتلوا الارهابيين ببني زيد، اليوم دخول الجيش العربي السوري الى بني زيد هو اكبر انتصار للجيش العربي السوري، اليوم الاهداء اهداء النصر إلى جميع الجيش وجميع من قدم نفسه فداء لهذه الأرض. كيف هاي الانتصارات هاي اليوم اللي عم تعيشها حلب؟ أكبر انتصار ونجاح وفرحة لأهالي حلب من 5 سنوات. بنقول مبروك للجيش، مبروك لأبناء حلب، مبروك للقائد الخالد، مبروك للقائد رئيس بشار الأسد. نعم تماما، وإن شاء الله بيعم الأمن والأمان. نعم. وحلب ترجع مثل ما كانت وأحسن إن شاء الله يا رب. كيف شايف حلب اليوم؟ بس بقول لك كلمة واحدة، الإرهاب تحت أقدام الجيش، الجيش العربي السوري الإرهاب كله تحت أقدامه. الله محيي الجيش. شكرا. يعني كما نشاهد إياد هي الأفراح التي يعيشها أبناء في كل نعم بيت أنا. في كل مكان هذه الأفراح التي تعيشها المدينة ابتهاجا بانتصارات الجيش العربي السوري، الجيش الذي يسطر هذه الانتصارات لأبناء حلب لكل سوريا لعودة الأمن والأمان إلى كل أرجاء سوريا. أعود إليك إياد. أشكرك أنس رمضان مراسل الإخبارية السورية.